أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا، ووسع لي رزقا طيبا. علينا توبة نصوحا، فتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. يا keridhaanmu tujuan akhir jalan hidupku. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا علينا توبة نصوحا، فتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. يا you
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن أمة بأهل thank you.
متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي سيدنا محمد.
محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم اللهم صلِّ
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه من أول حياتي وهمي.
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه thank you.
Thank you.
صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت يا مؤيد.
شهر ربيع أتانا رسول
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا من يومنا
يومنا.